نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا في محافظة بني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وعقد المؤتمر بمركز الفشن بحضور العديد من القيادات الحزبية والشعبية. واستعرض المؤتمر إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا النهاردة بنتكلم ان حزب حماة الوطن هو اول حزب دعم وساند وقال ان المرشح الاساسي والرئيسي بتاعنا هو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاحنا النهاردة بنعمل المؤتمرات في كل مراكز ومحافظة بني سويف التي تبلغ مراكزها 8 مراكز. فالنهاردة اول مؤتمر يتعمل لحزب حماة الوطن في مركز الفشن، هي الدائرة الجنوبية لحزب حماة الوطن. واحنا النهاردة كل الدعم والمساندة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإذن الله كل الدعم والمساندة في كل قرى ونجوع وأحياء محافظة بني سويف، وكل الدعم وكل المساندة من أعضاء حزب حماة الوطن من أجل استمرار مسيرة التنمية والنماء والاقتصاد. الحمد لله المؤتمر كان حاشد، وكل الدعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة. واحنا داعمين ومؤيدين ومقاتلين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله باذن الله هو رجل المرحلة القادمة. حضورنا اليوم في جرة ان احنا جايين نأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجازات لكمل الانجازات بتاعته، وفعلا هو بدا على طريق محدش هينفع يكمل غيره. شاب من ضمن الشباب جاي ادعم الرئيس السيسي بكل قلبي، وبنشكره على كل الدعم اللي بيديه للشباب. وانا واحد من الناس النهارده بقول ان مفيش غيره، لازم كان يكمل مشواره، واحنا وراك يا سياده الرئيس ان شاء الله.